السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي منصة رواق في هذا المساق الجديد الذي سيقدمه لكم الأستاذ أحمد الطيف، أستاذ تعليم ثانوي بالجمهورية التونسية وطالب لمرحلة الدكتوراه في تخصص طبعا اللسانيات والنحو العربي. بناء على هذا أصدقائي ومتابعينا الأعزاء، أذكركم أنني سبق وأن قدمت مساقا في منصة رواق تحت عنوان مقدمة في علم الصرف العربي، لكن حالت الظروف ومنعتني أن أقدم هذا المساق الذي خططت إليه منذ مدة، ألا وهو دراسة في علم أقسام أو في أقسام علم البلاغة العربية. هكذا سيكون عنوان مساقنا الجديد، إذن دراسة في أقسام علم البلاغة العربية. سندرس في هذا المساق مميزات وخصائص كل قسم من أقسام البلاغة العربية، أي علم المعاني، علم المباني، وكذلك علم البديع. سوف ندرس الفروق بين هذه الأقسام، سوف ندرس جزئيات كل قسم كعلم البديع مع ما يحتوي وما هي مميزات كل قسم من أقسامه، أيضا علم المباني مع ما يحتوي وسندرس كل قسم من أقسامه، وعلم المعاني كذلك وعما يحتوي عليه من أقسام جزئية أو تفصيلات. سوف تكون دراستنا في هذا المساق دراسة تطبيقية بالأساس، يعني سوف أسوغ التعريف النظري لهذا القسم أو ذاك وهذه الجزئية أو تلك، وبعدها سوف يكون العمل تطبيقيا. لماذا؟ لأننا سنحاول تبسيط المعلومة وتبسيط المعرفة، فالمعرفة من الأحسن أن تكون عن طريق التطبيق لا عن طريق الحفظ أو كما يسمى بنقل المعرفة دون ممارسة اللغة مثلا. سوف نحاول التطبيق أكثر. أنشطتنا وطبعا محاضراتنا ستكون محاضرات مسجلة عن طريق برمجية، أنا من سيفسر الدرس ولكن حسب تمشي منطقي ينطلق من المفهوم إلى المعاني البلاغية والتطبيقات، ومن ثم نخلص إلى استنتاج بعد كل محاضرة من المحاضرات. إذن أنتظركم للاشتراك بمساقنا هذا والتمكن من علم البلاغة والتمييز بين طبعا أقسامه وتفصيلاتها، وكذلك لاستيعاب بعض الجزئيات والتمكن من تطبيق أو كما نقول من توظيف هذه المعارف في كتاباتكم وفي دراستكم أو في حياتكم أيضا وفي فهمكم للنص القرآني أو بقية النصوص الأدبية أو غيرها من النصوص التي تتعرفون إليها. هذا هو هدفنا من المساق. مساقنا موجه للجميع حسب وأن اختلفت درجاتهم العلمية أو درجاتهم العمرية، فمساقنا موجه للجميع، فقط علينا التركيز، علينا المتابعة، وعلينا كذلك إنجاز ما ستكلفون به إن شاء الله من تمارين أو من أنشطة أو من تطبيقات. إذن انتظرونا في بداية مساقنا الجديد بإذن الله في شهر فبراير. إذن نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.